هنروح بقى نتفرج مع بعض على هذا التقرير اللي صورناه في الشارع وبيدور حول فكره يعني حكايات البنات والكوره. في ناس بتقول ان البنات مالهاش في الكوره، ما بتفهمش في الكوره، وفي ناس شايفه العكس. ايه الكلام ده؟ انا مالي؟ ايه الكلام ده؟ انا مش طرف والله. عندنا تقرير حتى بالاماره، اتفرجي معانا اتفضلي. هو في ناس بتشجعها كموضة وصحابها وكده، وفي بنات لا بتبقى فعلا هي شغفها الكورة وبتحب تتفرج على الكورة، فعادي دي هواية يعني، مش حاجة وحشة ان البنت تتفرج على الكورة، بالعكس. في بنات بتحب الكورة وبتحب تلعبها كمان ومهتمة قوي بالكورة وبالاسامي بتاعت اللاعبين وكده، فقدامي يعني في بنات بتحب تلعب الكورة. في ناس بتشجع الكورة وبتبقى متعصبة قوي بنات، وفي ناس بتبقى واخدها موضه زي الايام دي وكده، لكن هو في ناس فعلا بيبقى عندها شغف في الحوار. هو عامه يعني الحوار دلوقتي بقى منتشر اكتر، بيحس ان البنات تنزل تتفرج على الماتشات على القهاوي زيها زي الرجاله وتشجع ومش عارفه ايه. يعني ممكن انزل ابقى جاهزه مع اصحابي وانزل اتفرج على ماتش، بس انا ممكن اكون مش عارفه مين اللي بيلعب او كده، بس انا حابه اروح ان انا اشجع وكده. لا هما بيشجعوها عشان هما حابين ده، ما فيش حد تقريبا. هو في معظم الناس مش بنات بس، ولاد كمان ليهم في الجو ده ان هم يشجعوا بس كمودة يعني. اما لا في بنات بتحبها لانها بتعشقها يعني. البنات اللي بتشجع الكوره بتشجع موضه، لان لو جيت تسال اي بنت مثلا عن اي حاجه مش عارفه. مش موضه، هي الكوره من زمان اهالينا كلها بيشجعوها يعني، البنات بيشجعها، الستات بيشجعوها، كلهم بيشجعوها. هو في وفي يعني، في ناس بيشجعوها عشان موضة بقى وهي او انها تكسب الولد يعني او كده، وفي ناس بتعايزي بتشجعها انها حابة الكورة يعني، في ناس كتير قوي بتلعب كورة بنات. رأيك ايه؟ هقول لك رأيي. انا رأيي لو بنتكلم عن التشجيع انتماء ولا موضة، انا اعتقد ان هو لحد كبير مؤخرا كمان انتماء، يمكن بس ما كانش فيه فرصة ان البنات او السيدات يروحوا ويشجعوا سواء في استاد او في كافيه او غيره، لكن مؤخرا كان فيه يعني سمح بهذا الموضوع. فالموضوع مش قصة ان موضة، انا مش شايفة موضة خالص، بالعكس. اصل ما فيش، انا دايما يا كريمة بشوفش فكرة فرق بين راجل وست يعني. انا لا يمكن احكم على انسان علشان هو اتخلق ذكر او انثى يعني، ده في حد ذاته قصور ان انا يعني قصور في التفكير ان انا افكر بهذا الشكل. ففيش حاجة اسمها كده. في بنات بتلعب كرة كويس جدا، احنا شفنا دوليا في كمان فرق سيدات لكرة القدم كويسين ومحلية جدا، ولاعبات يعني. ومحليا عندنا يمكن طبعا. لا خلينا نقول ان ما عندنا لسه هذا المستوى اللي بنشهده في الخارج فيما يختص بكرة القدم للسيدات، ولكن في العالم موجود. ما فيش حاجة اسمها عشان هي بنت ما تقدرش، ما فيش حاجة اسمها برضو الكرة يعني حجر للرجال فقط، لا طبعا. فأنا بشوف بالعكس، أنا بقيت مؤخرا كمان بعد تحديدا انضمامنا لقناة الأهلي، أنا بقى عندي انتباه كبير جدا، وده أمر طبيعي ما فيهاش أي مشكلة. ممكن الأول الواحد كان متشتت بين حاجات تانية، لكن دلوقتي احنا بنتكلم ان احنا كل حياتنا بقت كرة قدم وفريق الأهلي، فبقى في انتباه اكتر. فالقصه بس انت الظروف اللي بتمر بيها. سيبك انت، ما اسهل ان الواحد ينكشك في اي موضوع يخص أيوة. الستات والله العظيم يعني بمنتهى البساطه، والواحد سايب ايده كده بس يبقى الايشو او التوبيك اللي بنتكلم فيه ليه علاقه بالنساء، سواء بقى في ممارسه رياضه، في تشجيع، ايا كان الموضوع، اي حاجه، اي موضوع نسوي، سهل جدا ان الواحد ينكشك. انا بستمتع جدا عرفت انت مفتاحي خلاص. ماشي ماشي كده.